ركنية لصالح رانس، عرضية خطيرة، فاس، كورة بالرأس، فوت فاس يوقع أول أهداف اللقاء البلجيكي المتألق، الشاب الموهوب الذي ينطلق ليستفيد من كرة رأسية وضعها بعيدة جدا عن متناول مارك بيست، هدف أول لصالح رانس. بالفعل رانس محاولة توغل، عرضية خطيرة، فرصة تعادل، كرة سريعة خطيرة، فرصة لمصلحة براست في الركنية لصالح براست، عرضية خطيرة، الكرة تتجاوز الكل، تجتاز الحارس بريدراك رايغوفيتش وتتجاوز يعني لاعبي ومهاجمين نادي براست، لكن رايكور كما كان كلاعب مقتصر على الملاعب الفرنسية على نوع يوسف بلايلي، المهارة، القوة، التجربة لصالح نادي براست. بعد 18 كرة عميقة خطيرة، فرصة التعادل في المرمى، ساتريانو الأرجوياني يسجل ويعادل بعد كرة واجه فيها رايكوفيتش يضعها بعيد عن متناول الحارس الصربي. براست يستغل تراجع أداء نادي رانس الواضح ليوقع له ساتريانو الأرجوياني هدف التعادل بعد كرة في غير بلايلي. مرة أخرى لمسة ذكية جدا، فرانكو نورا لم يظهر كثيرا، بلايلي يستعيد السيطرة بكعب القدم، كرة لا تعبر، أغومي يلي خلف اللاعب الجزائري الموهوب بلايلي. طبعا جديد لصالح نادي براست، وهنا التدخل قوي بعض الشيء، يوسف بلايلي يرتكب مخالفة، النجم الجزائري يوسف بلايلي يتلقى التحذير الشفوي من السيد حكيم بن الحاج حكم اللقاء. توغل لصالح نادي براست، انما تعثر على ارضيه الميدان لفرانكو نورا، حاكم اللقاء لا يشير الى شيء، كان قريب السيد بن الحاج، بالتالي اللاعب يتواصل. لا اعتقد اعلان عن ركله جزاء، بالفعل هي ركله جزاء لصالح نادي براست. الاعلان عن ركله جزاء بعد العوده للفار، بعد الاستعانه بالفيديو المساند للحكام. اذا حكيم بلايلي، رايكوفيتش أسبق الكرة الثانية، بلايلي مجددا، الخطر دائما قائم، لكن استماتة كبيرة لرايكوفيتش ودفاع نادي رانس مرتين يتصدى أمام بلايلي، وكرة أبعدها أيضا من أمام ديل كاستيلو، هذه الأولى، هنا الثانية، وهذه الثالثة، ثم الرابعة من أغومي، لكن دائما صمود كبير لنادي رانس وحارس مرماها العملاق الصربي تألق في إبعادها رايكوفيتش، لمس بالرأس، حاكم المباراة يؤشر بطاقة صفراء في وجه يوسف بلايلي. ما تسوى على أرضية الميدان بعد تدخل بلايلي في أخشاب المرمى، محاولة ساتريانو، كورة من جديد للهدف الثاني يوسف بلايلي، وغا وثقة كبيرة، لمسة جميلة، عرضية من بلايلي، خطير بلايلي، لمسة ذكية خطيرة، دوفران انطلاقة سريعة، موني لأرضية الميدان عوضا عن بلايلي،